السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج كويس جدا اسمه دكتور ايزي ارتكل رايتر، ده تخصصه ايه؟ لما تكون كاتب مقالة وعايز تعمل تبديل المرادفات، ممكن حاسس في بعض الكلمات بشيء المفروض تزاد في كلمات اخرى، او ممكن تكون انت مثلا ناقل من مقالة وذكر المصدر، ما بقولش ان احنا مش هنذكر المصدر، بس محتاج ان انت تغير بعض المرادفات. فالبرنامج باختصار بعد ما تسطبه بتعمل تحط الجملة اللي انت عايزها وتقول له رايت ارتكل، فهو بيبدأ يروح محولها لك يشوف كل كلمة ويبدأ يشوف المرادف بتاعها.